ابيعه. لكن المفاجاه كمان يا زهير المعاطي، المفاجاه مصطفى محمد النهارده ثالث يوم بيرفض المشاركه في التدريبات مع الزمالك. الكلام اللي احنا قلناه هاني تمرد. النهارده كمان ما شاركش في التدريب، والمشكله كمان ان الزمالك بيبرر، يعني الزمالك على موقع رسمي ليه لحد دلوقتي بيقول ان مصطفى محمد بيأدي تدريبات تأهيليه في الجيم وخلاص. طبعا الكلام مش منطقي، والافضل الناس تخرج تقول ان اللعيب متمرد تقول الحقيقه، لكن انت بتقول ان هو بيتاهل في الجيم. بيتاهل من ايه؟ الزمالك بقى له 10 ايام ما بيلعبش بعد تاجيل ماتش افريقيا، 10 ايام او اسبوع. واللعيب كمان المفاجاه ان مصطفى مش عايز يلعب ماتش سموحه، يعني مش مجرد ان انا مش عايز العب تدريبات وبس، لا هو عايز يمتنع كمان ان هو يلعب ماتش سموحه. ده انا هاني هقف معاك هنا. كابتن احمد عيد عبد الملك كتب على تويتر، قال ان هو كان موجود في تدريب الفرقه واتكلم مع مصطفى محمد، وقال لك عنده اصرار رهيب على الاحتراف، اصرار رهيب، رافض باي حال من الاحوال. انا بلوم على مصطفى محمد، ده اول موسم ليك يا ابني مع الزمالك، يعني انت لعبت موسم وده التاني، قبلها كنت في طنطا وكنت في الطلائع، وكنا بنقول لنادي الزمالك خدوه، مش قادر تستحمل موسم تاني مع نادي الزمالك؟ مش قادر. والازمه ظبط المعطي بالنسبه، يعني انا كنت بتكلم احد المسؤولين في النادي النهارده فبيقول لي المشكله مش مشكله مبلغ، يعني مش مشكله ان احنا المبلغ 3.5 واحنا عايزين مثلا 6 او 7، لا هو المشكله بالنسبه لهم ان مفيش بديل فعلا، يعني مفيش بديل خالص. والمشكله الاكبر حد هيقول مثلا طب ما انت ما تبيع مصطفى وبفلوس تجيب، لا هم الازمه بالنسبه لهم ان لو مصطفى اتباع الفلوس اللي موجوده هيسددوا بيها الديون اللي على النادي وهيدفعوا بيها باقي مستحقات اللعيبه، ولو هتجيب صفقات يعني مثلا مش هتجيب الكواليتي بتاع مصطفى محمد، بالظبط لان الكواليتي بتاع مصطفى محمد هو الافضل في مصر. فمش هتعرف تجيب لعيب بنفس مستوى مصطفى. فالازمه بتاعت مصطفى واحد هنا بيقول لي شادي حسين، شادي حسين التراس اهلاوي يا حبيبي، اتفضل يا هاني. فالمشكله دخلت رئيس في سكه صعبه جدا مصطفى. خلاص يعني اللي عرفته كمان ان مصطفى اليومين اللي جايين مش هيجي النادي كمان. يعني هو بدأ ان انا مش هقدر تدريب، لا اليومين الجايين هيمتنع تماما عن الحضور للنادي. خلاص انا بلغتكم بموقفي، وزي ما حضرتك قلت حتى امبارح الجلسه بتاعت مصطفى والكابتن ايمن يونس يعني زادت الامور سوءا كمان، يعني بدل ما تحل الدنيا حصل تنشنه ما بينهم. لا بس خلي بالك انا تواصلت مع كابتن ايمن، قال هو مصمم مش قابل اي حاجه انه يقضي السنه. قال لك افرض، قال لك افرض نفسها طوكيو ما اتلعبتش، مين قال ان كنتوا هتبقوا موجودين وقتها وتسيبوني امشي؟ هتيجوا وقتها تقولوا لي ان في انتخابات، وهيضمن مين يضمن ان العرض ده يجي لي؟ يعني قصدي في ضغوط عنده رهيبه. المشكله يا في حاجه كمان، انا يعني وجهه نظري ان اللي بيتحمل الغلط الاكبر في ده مجلس الزمالك السابق اللي ادى للاعيب وعد ان هو وعد وخلاص انت هتمشي، انا هتمشي في يناير. طب وحتى يعني لو هنفترض ان المجلس ده كان موجود بالظروف دي، انا اسال حضرتك سؤال، كنت مثلا المجلس كان هيوافق ان مصطفى يمشي ولا كان هيرفض برضه؟ اعتقد انه يعني الموضوع كان هيبقى صعب قوي. فمصطفى هو ده كلامه معاه ان هو معتمد على الوعد، وانا استحملت في اخر اول السنه ما مشيتش، فخلاص انا ماليش دعوه، انا همشي يعني همشي دلوقتي. طب لحظه يا هاني والنبي، محمد حسني بيقول لي مازن وفريده اولادي بيحبوك يا جدو، ربنا يبارك لك فيهم يا رب، من فيصل، اتفضل يا هاني. فالازمه بالنسبه له كده يا ريس، فعلا في مهاجمين على فكره مترشحين للزمالك، والزمالك دخل في يعني دخل في مين يا هاني عايز. الزمالك بعد اذنك؟ الزمالك دخل مع حسام حسن. حسام حسن سموحه. بس المشكله ان اللعيب بلغهم ان هو لسه مجدد او للسنه دي، وقال لهم بشكل واضح يعني ان خلصوا مع فرج عام. وفرج قال لهم حتى فرج مش هيسيبني، يعني فرج عام مش هيسيبني ولا الكابتن احمد سامح هيسيبني دلوقتي، لو همشي هيبقى اخر السنه. تمام؟ والله لو دفعوا لو دفعوا لسموحه ممكن يسيبوه. لو دفعوا بس ما فيش فلوس يا ريس. مفيش فعلا يعني. طب هاني يبقى كده كل الكلام اللي احنا كنا بنقوله كان صح. الحمد لله يا ياسر، اليومين اللي فاتوا الناس بس كانت بتنتقد وتقول الايه ان احنا يعني الواقع دلوقتي ان اداره نادي الزمالك الجديده هي اللي بتعترف ان مفيش فلوس، وان اللعيبه فرجاني اهوت ما خدش فلوسه من ايام السوبر الافريقي، واللعيبه كان لها 4 شهور، وبن شرقي كان مقدم انذار. يبقى اللي احنا كنا بنقوله قبل تجميد المجلس واحالته للنيابه كان صح. بالظبط بالظبط، ان انت الازمات الماليه كبيره ومحدش بياخد فلوسه، والدليل ان انت ما عرفتش تجيب صفقات حتى، يعني قبل ما يمشي باسبوع قبل غلق باب القيد ما جبتش حد لحمزه المسلوسي، اللي حمزه المسلوسي لحد دلوقتي ما شاركش ومحدش شافه، يعني هو مجرد وزنه تقيل كمان.
يعني اسم بس موجود الناس بتسمعه، لكن شكلا حتى في ناس في النادي المفاجأة اصلا الناس مش عارفه شكله، يعني في ناس جوه نادي الزمالك مش عارفين شكل حمزه المسلوسي. يعني ايوه الراجل بدل ما كان هو اهم صفقه موجوده ملوش اي وجود دلوقتي نهائيا جوه النادي. طيب، فرجاني ساسي لماذا غادر التدريب؟ فرجاني سيخ خدت ما هو ده الاستاذ منعطي، فرجاني متضايق، هو جه النادي هو يعني ما لحقش الراجل يشارك في التدريب، شاف الدنيا اتكلم مع ماشي. الناس طب الفلوس امتى ومش الفلوس امتى قالوا له لسه، فالراجل ما شاركش في التدريب. بس طيب يوسف أوباما، يوسف اوباما كابتن حسين السيد اعلن ان كان في جلسه معاه امبارح وان هم وقعوا عقود مبدئيه واتفقوا على كل حاجه واللعيب مكمل مع الزمالك، الزمالك اعلن كده. انا بقى باكد لحضرتك لحد دلوقتي ما تمش الاتفاق مع اوباما على التجديد، ولحد دلوقتي في خلافات ما بين الطرفين على التجديد، والمفروض ان في قعده تانيه ما بينهم النهارده بالليل او بكره هي اللي هيبقى فيها الحسم بشكل نهائي، لان اوباما الناس كلها على فكره مشغوله الزبط معطي فرجاني وناسي ان اوباما زيه زي فرجاني وعقده هيخلص. لا لا، اوباما اوباما لسه باقي له سنه بتهيأ غير لا السنه دي. لا اوباما في يناير يمضي لاي حد. لا والله. والله اوباما فري خلاص. المفاجاه ان اوباما عايز يمشي في يناير، يعني اوباما عايز يطلع على الخليج في يناير جاي له عرض حلو من السعوديه، فالراجل اتكلم معاهم انتوا تستفيدوا وانا كمان استفيد، فقالوا له لا طب نقعد طب نشوف مش هينفع تمشي ومفيش حد بديل. زمالك اوباما ما وقعش على اي ورقه. المشكله دلوقتي ان بصراحه يعني الناس في الزمالك مع كامل الاحترام ليهم بيطلعوا بتصريحات يعشموا الناس وكأن الامور كلها انتهت وكأن المشاكل كلها اتحلت، وفي الاخر الناس بتلاقي عكس الكلام ده. لو تم الاتفاق مع فرجاني على كل شيء طب ليه الوزير اجتمع معاه زي ما هم كانوا بيقولوا؟ هو الوزير الاجتماع اجتمع بتاع معاه الوزير ده هاني تضمن ايه بعد اذنك؟ الاجتماع مع الوزير لان فرجاني بلغهم ان هو عايز يفسح عقده بسبب المستحقات المتاخره، فالدكتور اشرف صبحي بعت للولا هو اللي بعت له اتكلم معاه. الناس في الزمالك امبارح مش عارف كان في تناقض يا استاذ معاذ امبارح، الناس في الزمالك قالت امبارح لا ده الوزير استدعاه عشان كان عايز يشكره على موقفه اللي عمله مع منتخب الشباب. وزير الرياضه بنفسه طلع واعلن امبارح ايوه قال ان انا قعدت معاه عشان انا كنت بس عايز اطمنه. اطمنه كده، فهو ده التضارب اللي حصل. فخلاص بان ان انت ايه، لا ان انت فعلا في مشكله جامده كمان. تمام، فالراجل الوزير قعد معاه قال له ان المشكله كلها هتتحل خلال يومين او 3 ايام بالكتير قوي، هتاخد مستحقاتك المتاخره كلها وفلوسك كمان اللي انت عايزها، الفلوس الجديده بتاعت عقد حل العقد حل هتعتمد في حل أزمة فرجاني في 2 مليون يورو، مبلغ كبير جدا 40 جدا، مليون جنيه. يعني مبلغ يعني بقول لحضرتك ما فيش ربع المبلغ ده دلوقتي في الخزنه اصلا. اللي بيحصل الناس ان بقى في هنا بتسأل يا هاني، بتقول لك ايه، طب مرتضى كان بيجيب فلوس منين؟ الرد أصلا لو كان مرتضى بيجيب فلوس وكان بيدفع مستحقات اللعيبة ما كناش وصلنا إلى هذا الأمر. دراويش صلى مرتضى اللي عمالين ايوه يتكلموا ايوه في التايم لاين يقول لك مرتضى كان بيجيب فلوس منين؟ ما هو مرتضى لو كان بيدفع ما كانش حصل كده، مرتضى لو كان عدى عقود اللعيبة ما كانش حصل كده. صح، منتدى لو كان ادى يعني واحد زي لو عقود مرتضى لو كان 16 جدد مليون لفرجاني جنيه. من ساعة ما كنا بنتكلم ما كانش حصل كده. بالمناسبه يا ريس عشان امير منتدى يعني في جلساته يعني مع بعض المقربين قال انا كنت متفق مع امير على التجديد وعلى كل حاجه مع فرجاني. وفي فرجاني عفوا، وفرجاني كان قايل لي خلاص احنا هنمضي العقد بعد نهايه افريقيا، ده امير اللي بيقوله. طبعا لو انت مع متاكد ان سداد انت المتأخرات. طب انت لو متاكد يا امير من اللي انت بتقوله او ده هيحصل كان اللاعب وقع من الاول، بس للاسف هو فرجاني كان عايز يستنى لحد اخر لحظه عشان يعلي السعر، وده اللي حصل اللي حضرتك قلته امبارح. هم ما قعدوا معاه فقال لهم لا انت كنت متفق على كذا، قال لهم لا انا عايز 2 مليون يورو من هنا وهنا، طب خلاص تاخد 1.7 مليون. فحتى فرجاني انت ما كنتش متفق معاه على اي حاجه خالص، وما كانش متوفر حتى 50% من المستحقات المتاخره. شاكر لحضرتك جدا حبيبي صديقنا العزيز الأستاذ هاني عصام، الخبير والصحفي الأقوى داخل جنبات نادي الزمالك والعالم بأسراره وتفاصيله وصديقي العزيز. دمتم في أمان حبيبي الله يا أستاذ اتفضل هاني. على السلامة، يا على السلامة. عاوز أنا أقول حاجة على موضوع عقود لعيبة نادي الزمالك، لأن أنا اتكلمت مع كل الناس. اللعيبة عاوزة فلوس، يعني ممكن لو أنت يعني بيقول لك إيه المهم الفلوس تتكلم. لو هي عارفة إنها هتمضي وتاخد مقدمات عقودها وفلوسها المتأخرة خلص الموضوع ومات الكلام. لكن هي بتقول لك إحنا هنمضي مش هناخد حاجة. هنجدد وهنتنينا قاعدين معاك والنادي ما فيهوش فلوس.